هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه وآلية النحاس وآية الكرسي والمفتاح والباب والحراس والأجراس لي. هاي المحل كيف تقعدوا فيه بالزمانات انطاها ذكر يا محمود. اه مزبوط هي هاي ذكر فيها بعد. ايوه شو صار فيها؟ لا هي بعد ابنه ابنه كيف حالك؟ مش المحل كان اوسع من هيك؟ نفسها نفسها كان اوسع لانك كنت فيه والله كان اوسع. لي حذوة الفرس التي طارت عن الاسوار، لي ما كان لي، وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت، ووعد الوالدين، دال الدليل الضرب دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي. أتذكر مرة 65 يمكن كان عندك هون برنامج، جيت عند أمير حبيبي، كان عنده جيب، جينا أنا وياك وتفيد وعرف مين بالجيب بعد ما تغديت وكل شيء هون، وصارت الندوة. ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسمي المؤقت حاضرا أم غائبا، متراني من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وهو 70 سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي. طيب حياك الله حسن اسمعوا ده مش غيري اي على سهل سهل طعمية طيبة استاذ طعمية طيبة طعمية طيبة؟ اي طعمية ممتازة الله يخليك والتاريخ يسحر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل، فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي. نحبك فيما أنت إنساناً رقيقاً وثائراً هادئاً مبدعاً، اختزلت أشكال الفنون رسماً وألواناً، إيقاعاً وموسيقى، تعبيراً وحركة، بلغة عربية طيعة جميلة، شعراً ملأ العقل والقلب، فكراً وتحدياً ثقافياً تراثياً حضارياً، حاملاً هم الإنسان والوطن. البلاد اشتاقت لأهلها، فكان للشاعر أن يعود مستحضراً معه عاصفته الخاصة، وكان لنا أن نستقبلك ونستحضر صرختك عن ذلك الفلسطيني، وأنا أقتبس، من حق الولد أن يلعب خارج ساحة الدار، من حقه أن يقع في بئر أو فوهة كبيرة في جذع شجرة خروب، من حقه أن يضل الطريق إلى البحر أو إلى المدرسة، ولكن
ليس من حق أحد حتى لو كان عدوا أن يبقي الولد خارج الدار. وفي الدار يتواصل بناء المشروع الثقافي الوطني الحضاري بحجارة الوادي بعد أن ننفض عنها أوحال السيول. فأهلا بك أيها العاشق الأبدي، كم نحبه. كان من المتوقع أن أجيء للناصرة منذ سنوات للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل توفيق زياد. لم أتمكن من الحضور إلا على شريط تسجيل صوتي يقول: غائبا آتي إلى غائب، فلا أدري إن كنت هناك أم هنا، ولا أعرف إن كان جسدي هو كلامي أم كلامي هو جسدي، ولكنني في الحالين غائب. فلماذا تفتح يا توفيق زياد أبواب التأويل على مصاريعها، على تلك الطريق الموغلة في القدم وفي الخرافة بين أريحا والقدس؟ فلتغفر لي إذن غيابي عن الواقعي لأغفر لك ذهابك إلى الأسطوري، ليكون لحضوري هذا على مضيق الوقت هذا لسعة اللقاء بأمس لاحق، لا لوعة الندم على غد سابق. وهنا في الناصرة، عاصمة الجليل وأمثولة الصمود الثقافي والوطني، لا أنظر إلى الوراء إلا بما يليق بهذا المكان من وفاء لبداية طريق حافل بالتجارب. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.